إلغاء الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل القادم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين مطالبات لا ترقى لمرحلة الشروط أطلقتها المعارضة السودانية بشقيها السياسي والمسلح قبيل التوجه إلى أديس أبابا استجابة لدعوة الآلية الإفريقية للحكومة والمعارضة من أجل التحضير لحوار شامل يجمع كل القوى السياسية السودانية لبحث المشكلات التي تعاني منها البلاد. كيفية التحضير للقاء يكون لقاء منتج ويتناول كافة القضايا ويشمل الجميع وحديث عن آلياته والأزمان وأيضا حديث عن شكل الحضور وغيره، يعني كلها أجندة معقولة لتخاطب أن يكون هناك مؤتمر قومي للحوار السوداني يشمل الجميع ولا يهيمن عليه أحد ويشمل كافة القضايا. الحزب الحاكم يعتبر أن إجراء الانتخابات هو الأهم حاليا، خصوصا أن المؤشرات ترشح فوزه بها، لكنه في ذات الوقت لا يمانع إقامة لقاءات تقرب المسافة بينه ومعارضيه، معتبرا أن أي حوار خارج البلاد لن يكون مجديا. أعتقد بأن ذلك داعي لأي مؤتمرات خارجية، يمكن أن تكون هنالك لقاءات وتمت المجموعة 7 ضد 7 لبعض من هم خارج السودان للتوضيحات ولأخذ رأيهم لتضمينه في جداول الأعمال يعني. أما أن إيقاد مؤتمرات لا أعتقد أنها تأتي بجديد. ويطالب المجتمع الدولي السودان بإجراء حوار حقيقي يكون داعما للعملية السياسية ويضمن إجراء انتخابات وطنية تكون ذات مصداقية وبمشاركة واسعة. نجاح الاجتماع التحضيري المقبل لأطراف الأزمة السودانية مرهون بجدية الحكومة والمعارضة في تسوية الأزمة وتقديم المزيد من التنازلات، خاصة مسألة إيقاف الحرب، إضافة إلى قدرة الاتحاد الإفريقي على إلزام المتفاوضين بمخرجات ما سيتم الاتفاق عليه. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.